أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة فيديوهات أرخص 10 سيارات في مصر، فيديو النهاردة مهم جدا لكل واحد عاوز يشتري عربية وبيدور على أرخص سعر وأحسن مواصفات وإمكانيات، ولما يفكر يبيع ما يخسرش كتير. الفيديو علشان طويل ومدته أكتر من ساعة، لأني بشرح مواصفات وإمكانيات ومميزات وعيوب كل نوع، اضطريت أن أقسمه إلى أجزاء، وفي آخر فيديو نصائح مهمة جدا. نهاية شرح كل سيارة هتلاقيني بقول تقييمي، وده يا حضرات رأي شخصي متواضع مبني على خبرتي بإمكانيات وأسعار السيارات المستعملة والجديدة. لو حسيت إنك استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناة علشان يجيلك كل الجديد في عالم السيارات. نبدأ على بركة الله. كشفت عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية خلال شهر يوليو الماضي عن تعديلات بالقوائم السعرية لبعض السيارات الزيرو موديل 2019 المتاحة في السوق المصري. وبالرغم من موجة التخفيضات المستمرة اللي بيشهدها السوق المصري المحلي منذ مطلع يناير الماضي، إلا أن هناك بعض السيارات لا تزال بتحتفظ بلقب الأرخص في مصر. تنتمي السيارات الأرخص سعرا لعلامات تجارية يابانية وروسية وأمريكية وصينية، وبتبدأ أسعارها من 133,000 جنيه ولا تتجاوز 300,000 جنيه. ثالث أرخص سيارة زيرو في مصر هي شيفورليه لانوس، ودي مش هنتكلم عنها كتير لأنها ما تستاهلش وخسارة فيها الكلام. دي عربية ما تغيرتش من 20 سنة، عاملة زي المية 128، لما حبوا يطوروها غيروا اسمها وبقت نوفا وفضلت بنفس الشكل. نفس الكلام الدايو لانوس، لما حبوا يطوروها وبقت شيفورليه لانوس، إنما حتى الشكل زي ما هو والإمكانيات هي هي. الزمن بيعدي والدنيا بتتطور، واللانوس ثابتة على مبدأها في كل حاجة ما عدا السعر طبعا هو اللي بيغلى. وأنا بعتقد أن شرائك سيارة ب 170,000 جنيه جدتها وأمها واختها الكبيرة نفس الشكل والإمكانيات وسعرهم من 50,000 إلى 70,000، دي مهزلة تاريخية. يعني هركب العربية الزيرو والناس هتفتكرها موديل قديم. طيب ما اشتري الموديل القديم أرخص وأوفر 100,000 وأخلي الفلوس لحاجة أهم. عموما بتنتمي شيفورليه لانوس إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم والاقتصادية، وهي مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان، يرتبط بناء الحركة يدوي من 5 سرعات. وتبدأ أسعار لانوس موديل 2019 في السوق المصري ب 166,400 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية 171,600 جنيه. ورأي الشخص المتواضع في العربية دي أنا قلته، ولا أنصح بشراء سيارة زيرو موديل 1990. رابع أرخص سيارة هي الشيري إنفي، وتستمد السيارة الصينية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي وبقوة 109 حصان وسرعة قصوى بتصل إلى 175 كيلومتر في الساعة. يبلغ العزم الأقصى للسيارة 140 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة. فيها 16 صباب، 4 سلندر، جير بوكس مانيوال، 5 سرعات، سعة خزان الوقود 50 لتر. يبلغ ارتفاع سيارة عن الأرض 12 سنتي و4 من عشرة، وسعة الشنطة الخلفية 485 لتر. السعر الرسمي للسيارة الصينية التي تأتي بفئة واحدة من التجهيزات 175,000 جنيه. عيوب السيارة، اشتكى عدد من مستخدمي السيارة من ضعف الفرامل، ويعد هذا العيب من أبرز العيوب. ارتفاع حرارة السيارة وسخونتها خاصة بعد مشوار طويل، وبتحس بالموضوع ده أكتر مع تشغيل التكييف. وجود رعشة في عجلة قيادة بعد ما تعدي 100 كيلو متر في الساعة. تشغيل التكييف يؤثر سلبا على الموتور وأداؤه، رغم أننا بنتكلم عن موتور 1500 سي سي. شيري إنفي ليست من السيارات التي تتمتع بمستوى عالي من العزل، وده بيخليك تسمع بوضوح صوت الموتور العالي اللي اشتكى منه معظم مستخدمي السيارة. عدم توافر قطع غيار السيارة بسهولة، صوت المرش خشن وعفشتها ناشفة، وبتحس بكل تفاصيل الطريق. وطبعا إعادة البيع سيئة لأنها سيارة صيني ولأنها شيري، يعني هتبيعها هتخسر. ولا أنصح بشراء هذه السيارة بالمبلغ ده لأنها لا تستحق أكتر من نصه. خامس أرخص سيارة بي واي دي اف 3، وبتتوفر البي واي دي اف 3 المجمعة محليا بمصانع الأمل للسيارات بفئة واحدة من التجهيزات. تعمل بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة، ونائل حركة يدوي من 5 سرعات. نظام الفرامل في السيارة اي بي اس، وفيها توزيع الكتروني للفرامل اي بي دي. جنطها مقاس 15 رياضية، ويتوفر بها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
ونظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبلايزر وقفل مركزي للأبواب، وبيتوفر بها حزام أمان لكل المقاعد الأمامية والخلفية، وتقدم السيارة المجمعة محليا في فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 177,000 جنيه. عيوب هذه السيارة: السيارة تم تصنيعها بخامات سيئة للغاية، ويوجد عيوب في التأفيل أيضا، فيجب عند شرائك هذه السيارة فحص عيوب التأفيل جيدا، لأنها أحيانا بتكون ظاهرة بشكل كبير. عدم توفر وسائد هوائية للركاب في المقعد الخلفي، الناس اشتكوا أن بعد اجتياز سرعة 120 كيلو بيقل الثبات تدريجيا، لأن وزن السيارة خفيف وهي مرتفعة عن سطح الأرض. برضو اشتكوا من مشاكل الموتور والفتيس. رأيي الشخصي ان السيارة بامكانياتها متوسطة ولكن لا تستحق هذا السعر، واعتقد ان السعر المناسب لامكانياتها هو 100,000 جنيه على اقصى تقدير، عشان كده لا انصح بشرائها بالسعر ده. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.